في الشتاء، في الشتاء عندما تطلع الشمس من وراء غيمة، عندما تطلع الشمس من وراء غيمة، تستغني ماما فرصة أن تغسل الغسيل، تنشر الغسيل على منشر الغسيل على بلكونة الصالون مواجهة للبحر ليتشمس ينشف ويتطهر. ومع أنني بلغت وفي أذني نصيحة ألا ننشر الغسيل أمام الجيران، إلا أنها تنشره كل اثنين، صحو؟ إلا أنها تنشر غسيل بابا في الهواء الطلق، إلا أنها تنشر غسيلها هي وغسيلي أنا وراء غسيل بابا من الهواء الطلق والجيران. العرض هي صديقة سارة، وهي يارا صديقة سارة، وهي لارا صديقة سارة ويارا، كلهن فتيات جيران اللواتي تخفي أمي غسيلاتنا عنهن، واللواتي تخفي أمهاتهن غسيلاتهن عنا، والأباء والإخوة والأغراب والأصحاب بالمذكر مرتاحون يتمشون في الهواء الطلق. شو ما بعرف إذا ببكي أو بضحك، بصرخ أو بقعد بالبانيو، باكل أو بعبط بسيني وبنام، بحكي عربي وإنجليزي أو بسكت بكل اللغات، بغني اللي بكتبه أم بغني اللي كتبه غيري، بخاف من الجرس أم البنت بدها السترة أم بنشر الغسيل. ما فهمتوا إيه؟ شو لو ما بعرف إذا بغطي كل شقفة مني أم بوس كل شقفة مني؟ بحس بالفخر إني خلقت بنت أم بالذنب؟ بتفرج على بيي وهو نايم أم بكره بيي وهو واعي ونايم؟ بحترم أمي على العائلة اللي حافظت عليها أم بنقم عليها وما بعمل عائلة بحياتي؟ بنشر الغسيل؟ شو لو ما بعرف إذا بتفهم مجتمع وتقاليد أم أضحك؟ زين حكي أم سب أم نتف شعري؟ باكل الكف والبوكس وبوقع بحط فاونديشن على صبحية الجيران وبقول إنه جوزي عصبي بس قلبه طيب، أم بطلع بوقف على الدرج وبلم الدنيا علي؟ بمشي بالفي؟ طب أنشونس وصيد أم بالشمس؟ بنشر الغسيل؟ روح بتشكى أو لشو؟ ما أصلاً يا رح يتحشر فيي، يا رح يحط الحق وإيده علي، أو يسألني شو كنت لابسة؟ شو قلتي له تضربك؟ تغتصبك؟ لشو تتفوتي هالفوتة؟ ما أصلاً رح يطلع بعد 3 سنين 5 سنين بتكوني جرستي حالك على الفاضي. ما حدا كان يقول له شيء لأنه مسلح. أنا تعرضت لتحرش الجنسي والاغتصاب لمدة 6 سنين. كل يوم إهانة واغتصاب والضرب، حاولت أكثر من مرة أن انتحر. 3 منهم أدوني اغتصاب هيجي. والأباء والإخوة والأصحاب والأغراب مرتاحون يتمشون في الهواء الطلق. هي صديقة سارة، وهي لارا صديقة سارة، وهي يارا صديقة سارة ولارا، وهن فتيات جيران اللواتي كانت تخفي أمي غسيلنا عنهن، واللواتي كانت تخفي أمهاتهن غسيلاتهن عنا. بسكت بيكمل بقول لا، بتهدد بقول لا، بتلاحق بقول لا، بنضرب بقول لا، بختصب بقول لا، بنقتل. لكن ليس اليوم، لكن ليس غدا، لأن what if يجب على بعض الغسيل أن ينشر؟ what if بعض النساء تختصب وتقتل؟ كيف ما بدي أنشر هذا الغسيل؟ وأصلا هذا مش غسيل، هذا جريمة بالطول بالعرض، وبدنا عقوبة بحجم الجريمة.